الله ورحمة الله وبركاته. أعزائي الباحثين، إن شاء الله اليوم راح نتعلم سوفتوير أو شريط أدوات يدخل ضمن السوفتوير الأرك جي آي إس والهيكرز، جدا مهم، وراح تشوفون شكل فوائده إن شاء الله من نشرح على المحاضرات السابقة. برنامج ضمن مجموعة الهيك اسمه الهيك ريزرفوار أو الهيك جيو راس، الهيك جيو راس، تمام. من تدخل مباشرة على الموقع الرسمي الخاص بال USAR Group of Engineer Hydrologic Engineering Center، على السوفتوير راح تلقى هنا مجموعة من السوفتويرات وهذا البرنامج اللي هو الهيك جيوراس. بالمناسبة هذا البرنامج الهيك جيوراس إذا تصنيفه تقرون عنه مباشرة بالأوبشن الرئيسي أو داخل الموقع، هو دي يقول لك is the set، إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات procedure tools and utilize for processing geospatial data، مجموعة من الأدوات والمساعدات اللي يستخدمها حتى يعالج البيانات الجغرافية المكانية بداخل الـ ArcGIS، تمام عيني؟ وبالمناسبة البرنامج جدا بسيط واستخدامه سهل، بحيث باستخدام واجهة رسومية، يعني عبارة عن شريط أدوات. هسه راح نحمل اليوم للبرنامج وننصبه وراح تشوفون طريقة تنصيبه وتحميله جدا سهل. بالمناسبة هنا إذا دي يقول لك تنتبه إنه يساعدك على استخراج الديجيتال ترينر موديل DTM اللي هو خاص راح تستخدمه أنت حتى تحلل الريفر سيستم، أوكي، اللي بداخل برنامج الهيكراس، هاي يعني يعتبر نموذج جدا مهم. العمل الثاني اللي أنت راح تشتغل عليه ضمن الهيك جيوراس، الغرض من عنده ينطيك سمات إضافية. هاي السمات هي مثلا أنت تريد تشتغل الريفر additional الراس ثيم may be create أو used to extract geometric data، تمام، for important hikers اللي مهمة راح نستخدمها للهيكراس، اللي تتضمن land use leaves ineffective flow area والstorage area مناطق الخزن، تمام عيني، بالإضافة إلى بعض الجيومتريك داتا اللي هي هذه أيضا اللي يضيف لك. إحنا إذا نرجع إلى برنامج الهيكراس، مو لما نكمل ونضيف الراس ما بنروح على الإدت نختار جيومتريك داتا على وراح نضيف الجيومتريك داتا. الجيومتريك داتا شنو تتضمن؟ تضمن انه اضافه مثلا الريفر او الريج، الستوريج اريا، الكروس سكشن الخاص بمنطقه الدراسه، مو كان ما انه تقعد انت يعني بالطريقه التقليديه البسيطه الهاند ترسم هنا اللاين اللي راح نتناوله يعني عن المحاضرات القادمه ان شاء الله. لا، اكو طريقه اوبشن مباشره انت تقدر تستدعي اللاير الخاصه بالريفر والكروس سكشن مباشره عن طريق الترينر، عن طريق نموذج الطوبوغرافي الخاص بالمنطقه. سو ده يقول لك انه هو على الأساس النموذج الارتفاع الرقمي اللي هو الديجيتال ترينر موديل اوف ريفر سيستم راح اليوزر كرييت سيريس اوف لاين، تمام عيني، ضمن الهيكراس. ايش يقصد بي؟ تنشئ الستريم سنتر لاين، هاي اول شغله. اثنين، فلو باث اتجاه الجريان سنتر لاين، المين شانل بانك اللي هي ضفاف الانهار، الكروس سكشن المقاطع العرضيه الخاصه المقطع يعني مقطع النهر، الكات لاين الريفر بالكامل راح نقدر ننشئهن. لاحظ هسه هاي هنا موضح بهذا الشكل ينشئ لك اياهن بالكامل. فهذه صراحه الاداه اللي هي الهيك جيوراس جدا مهمه. الووتر سيرفيس بروفايل ايضا راح يسهل لك على معالجه البيانات اللي هي بيانات سطح الماء وبيانات السرعه ضمن الهيك جيوراس. حتى لذلك صراحه هو يستخدم اللي يريد يستخدم برنامج الهيك راس بصورة عامة لتحليل مع الجي اي اس حتى يحلل الفلود بلين مابنج اللي هي احنا نسميها خرائط السهول الفيضية، الفلود بلين مابنج خرائط السهول الفيضية، كذلك الفلود دامج، وكذلك ايضا احنا نسمي حساب اضرار الفيضانات كومبتيوشن، الايكو سيستم ريستروكشن اللي هو احنا نسميه استعارة النظام البيئي والتحذير من الفيضانات والاستعداد لها. بالكامل يفضل استخدام أداة الهيك جيوراس ضمن هذا البرنامج. هاي مقدمة تعريفية عن البرنامج والإنستال مالته، من تدخل عليه من هناك تروح على الداونلود من هذا الخيار على الداونلود، تمام عيني، تحمل عندك عدة فيرجنات على أساس الجي اي اس تستخدمه. لاحظ هذا الهيك جيوراس 10.2، إذا كان أنت تستخدم الارك جي اي اس الفيرجن مالته 10.2 و10.1 و10، تمام عيني، وهذا الهيك جيوراس اكزامبل، والهيك جيوراس الموجود هنا للارك جي اي اس 9.3 وهكذا، تمام عيني. الارشيف فيرجن ايضا موجوده نسخ اخرى قديمه،
هاي لاحظ هنا هاي النسخ القديمة أيضا يعمل عليها بالكامل. هاي التفاصيل أمامك موجودة، تقدر تحمل داتا ترينر موديل منطيك اكزامبلات بالكامل على هذا الموضوع. سو هسه احنا نرجع على أي نسخة أنت تستخدمها، النسخة العامة شنو اللي أنت تستخدمها بصورة عامة، يا نسخة الارك جي اي اس تعملها منها داونلود. هذا هنا انه الهيك جيو راس داونلود افايلبل فروم الويب بيج اللي يدعم او يصير سبورت بواسطة الهيك جيو راس فيرجن، هو اخر فيرجن موجود، لاست فيرجن واز يوزد تحدث تمام عيني بالارك جي اي اس، بعد ماكو نسخ حديثة لحد الان موجود في هذه الفترة. احنا ضمن 24 ممكن بعد سنة سنتين تنزل نسخ حديثة، فتكون انت بذاك الوقت يلا تشاهد الفيديو. فيعني اخر نسخة نزلت هو 10.2 بالربيع او ضمن فترة السبرينج ب 2018، هاي اخر نسخة نزلت. سو احنا راح نشتغل على احدث نسخة تمام، الداونلود الخاص بها، تحمل الملف وتعمل له انستل، هاي الداونلود والانستل الخاص بي، وبعد ذلك تعمل ريستارت الحاسبة وراح تظهر الباكج الخاص بالبرنامج ضمن الجي اي اس. هذا البرنامج الجديد راح ان شاء الله نفعل استخدامه ما بين الجي اي اس وما بين الهيكرس، ويفيدك إن عندما انت تكون تستخدم اداة وتولز جدا مهمة تساعدك في استخدام برنامج الهيكرس. تحمل البرنامج، التنصيب مالته جدا بسيط، ممكن تستخدم طريقة التحميل الاعتيادية اللي هي الانترنت داونلود مانجر. يتحمل البرنامج والتنصيب يعني هو عبارة عن ملف واحد، تعمل له داونلود بريبير تو انستول، تنصيبه جدا بسيط، راح يطلب بعض الاوبشنات للتنصيب تمام عيني. الارك مارك كورتلي رننج اوف ذا سيستم بليز كلوز، انا مشغله الارك جي اي اس الارك مارك. مجرد راح اغلق البرمجيات، هاي دد لاحظ هنا بدت عملية التنصيب النكست انستل. يعني يشترط عليك اثناء عملية التنصيب انه انت برنامج الارك جي اي اس تكون ما تستخدمه يعني مغلق كلوز. تتم عملية التنصيب بصورة عامة، تعمل ريستارت للحاسوب وبعد ذلك تشغل، راح يظهر لك ضمن الويندوز يعني ضمن الويندو الخاص ب يعني الويندو الطبيعي الخاص بالارك جي اي اس، تضغط على جهة اي كليك وتفعل الايكون هيك جيوراس، تقدر تستخدمها مباشرة ضمن الارك جي اي اس وراح تسهل عليك امور. وان شاء الله احنا بكل الاحوال راح نطبقها وراح تشوف راح تسهل لك وتساعد بكثير من الامور وتنطف الفلكسبيليتي خاص باستخدام الهيكرس. اللينك اللي خاص بالبرنامج والسوفت وير راح اترك لكم اياه بصندوق الوصف البوكس ديسكريبشن، وانشئوا كذلك راح نعمل البلاي ليست خاصه بالبرنامج. سو اي عمليه اي مواجهه عندك بالموضوع او خطوه ما عرفتها تقدر تراسلني على القناه ان شاء الله نجاوبك عليهم. هاي الخطوات اللي خاصه بالتنصيب افتر ذات. فينش، انتهى التنصيب. تلاحظون جدا بسيط جدا بسيط طريقة تنصيبه. نفتح الارك ماب وراح نستدعي عن نضغط بداخل واجهة الانترفيس المستخدم ببرنامج الارك ماب او الارك جي اي اس، نضغط على جهة ونستدعي البرنامج مباشرة ونضيفه، عبارة عن شريط ادوات نقدر نضيفه وايضا يربط لنا ما بين الارك جي اي اس وما بين الهيكرس. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار على هذا البرنامج الجديد تقدروا تراسلوني على القناة. نلتقي بكم إن شاء الله بفيديوهات أخرى. دمتم بأمان الله وحفظه.